أخ سألنا سؤالين. السؤال الأول، يعني مسلك أعلى حضرة، مسلك الإمام أحمد رضا خان، هذا قديم أو جديد؟ بعض الناس يقولون هذا مسلك جديد، يعني هذا مذهب جديد، طريقة جديدة، ليس يعني هناك دليل الذي يعني يثبت هذا المذهب كان قديما. فأيضا سؤال ثاني، يعني عندنا في الهند والباكستان وكثير من الدول الأوروبية بعد صلاة الجمعة يقومون قائما، يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين، مثلا كما تعرفون مصطفى جاني رحمة نعم الله كوسلام. نعم فهذا يجوز أو لا؟ بعض الناس يسمونه شرك وبعض الناس يسمونه بدعة، فمن فضلك يعني أخبرنا عن هذا. أولا بالنسبة للسؤال الأول عن عقيدة الإمام أحمد رضا خان أنه جاء بشيء جديد، نعم، هذا الكلام ليس عليه دليل. لماذا؟ لأن المتقصي لعقيدة الإمام أحمد رضا خان يجد أنه ما أخذ إلا من كتب السلف الصالح، اشتهر منهم ما اشتهر وغيب من غيب، لكن أخذ من عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يأخذ من الفرق المنحرفة، لا من الخوارج ولا من غيرهم ولا من المعتزلة، أبدا أبدا، بالعكس ويخالفهم. حتى أهم شيء الفرقة التي مشهورة كانت في زمانه كان يرد عليهم بكل أنواعها. طيب نعود للحديث، هل هناك اختلاف بين عقيدته وعقيدة أهل السنة؟ هذا هو مناط حديثنا، نحن نتحدث عن عقيدته. لماذا؟ في كل مسألة نطرحها يجوز التوسل، هذه في العقيدة. طيب ولو أن العلماء جعلوها في باب الفقه، في مسائل الفقه لم يجعلوها في مسائل العقيدة، لكن بعضهم يعتبرها من العقيدة. أخي كما تريد، تريد عقيدة هي من العقيدة. العلماء ذكرنا من السلف الصالح من يقول، وذكرنا أسماء كتب كثيرة لمن قال بهذا الكلام بالتوسل. من قلنا؟ قلنا الإمام النسائي ذكر، والإمام البيهقي، والإمام الترمذي، والطبراني، والحاكم، والمنذري، والهيثمي، والنووي، الإمام النووي في الأذكار، وابن الجوزي أيضا في باب صلاة الدر والحاجة، وابن المنفلح أو المفلح عفوا، وابن المفلح الحنبلي، والإمام العيني صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وأيضا الإمام الألوسي. وهناك من ألف، قلنا أيضا، كتب مخصوصة لهذه المسألة. فإذا هو ما خالف، جاء بأقوال من أقوال السلف، هو متبع لعقيدة السلف. وعقيدة أهل السنة والجماعة حصريا لكي نميز، لم يفرق بينها. فإذا ليس هناك خلاف، الذي يدعي أنه خالف عقيدة أهل السنة والجماعة عليه أن يأتينا بدليل، فليقل لنا إنه فعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك نناقشه. أما أن يدعي دون دليل فهذا كلام باطل. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، أريد أن أسأل سؤال، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار أم ليست من الأذكار؟ ألا يعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار؟ طيب، الله جل في علاه في القرآن الكريم حينما وصف المؤمنين ماذا قال؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا الدليل يكفي، اذكروا الله في كل الأحوال، هذا يعني بمعنى أنه لا يوجد كيفية معينة فقط شكل معين، لا، وإنما الذكر يكون قائما وقاعدا وحتى على جنبك وحتى أنت قبل النوم، في كل وقت أن تذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله لا ينقطع عن المسلم أبدا، حتى في الجنابة. لماذا؟ لأن ذكر الله لا يتصور أن الإنسان ينقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كل العبادات تنقطع، الصلاة لا يجوز في الحيض أو الجنابة، الصيام ليس فيه مسألة لأن هذا ليست عبادة، عبارة عن انقطاع عن العمل، لكن أي فعل من أفعال العبادة، الصلاة عندك ماذا؟ مس القرآن، قراءة القرآن تحرم، لا يجوز، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال يجوز حتى للجنوب. هذه مسألة عامة. فإذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فإذا ليس هناك مقيد، واقفا، جالسا، متكئا، ليس هناك قيد، ولا يجوز الإنكار.